التيندي والإيقاع الغجري الإسباني والأغاني المحلية والقبائلية ألقت في الليلة الثانية بسحرها على مهرجان لوسي الدولي. أول مرة نشارك في هذا الفستيفال يوس، جو سوي تري فيير دي افوار بارتيسيبي. التفاعل تاع الجمهور كان بزاف بيان. الإيقاع التيندي هذا لازم ندخله في الأغاني الشرقية، أما الأغاني دخلناها دروك، دخلنا فيها المودرن. والأغنية الأولى تتكلم على البلاد، هي أكالن 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 هاني ماني نترها، هي حب البلاد، تهضر على حب البلاد الأغنية الأولى. والثانية تهضر على الأم، أن تهنينا تفانا تهنينا فلما السيناغينا هاي تنشدينا. الجمهور الصوفي تفاعل في هذه السهرة مع أغاني سعاد عسلة المستمدة من تراث منطقة بشار. قدمت مع الأستاذ كمال معطي المايسترو، قدمت ثلاث أغاني. أغنية سلام سلام نهضر فيها على السلام، سلام في الدول العربية وفي العالم بالأجماع. هذه أول مرة نشارك في هذا المهرجان، وثاني مرة نشارك في الواد. راني فرحانة بزاف خاطر راني حاسة راسي في بلادي أنا بشار. الواد فيه النخل ولي دون، وفي بشار المام منطقة. من إسبانيا شاركت فرقة روبا أمازيغا بوصلة غنائية سريعة الإيقاع، تفاعل معها الجمهور رقصا وتصفيقا.